هناك وتحت خيام لا تقي حر صيف ولا برد شتاء، أو تحت سقف متهالك حيث تنعدم ظروف الحياة الكريمة. وبعيدا عن مساكنهم التي أخرجوا منها قهرا، يعيش النازحون في مناطق العراق. إلا أن أيادي الخير لم تنس تلك العوائل، إذ بادر القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين وبالتعاون مع منظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية، وعلى عادتهم في كل حين بتوزيع 1000 سلة غذائية على العائلات النازحة في مخيم بحركة شرقي أربيل في كردستان العراق. قدمت منظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية بالتعاون مع القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين 1000 سلة غذائية في مخيم بحركة، شملت جميع العائلات القاطنة في هذا المخيم. العائلات في هذا المخيم لا تتمكن من العودة إلى مناطق سكناها. هذه الحملة جاءت ضمن سلسلة الحملات الإنسانية التي يقدمها القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين بالتعاون مع منظمة أم القرى خلال شهر رمضان في معظم مخيمات النزوح. صراحة يعني كل النازحين طبعا عندما نراهم أو نتصل بهم يقول أن منظمة أم القرى هي دائما الداعمة الرئيسية في المخيمات، ونشكرهم على هاي المساعدة ونتمنى منهم دائما العطاء إن شاء الله والموفقية بإذن الله تعالى، وشكرا لهم. المعونة الرمضانية التي قدمتها الهيئة بالتعاون مع أم القرى جاءت لسد حاجة العائلات المتعففة وإعانتهم على أداء فريضة الصيام بعيدا عن مناغصات الحياة. نشكر هيئة علماء المسلمين وأم القرى ومنظمة أم القرى، جابوا لنا هاي الوجبة الإفطارية للمخيم بحركة، وإحنا ممنونين من عندهم وفرحوا هالجهال وهالنساء وهالعالم. العائلات اشتكت من عدم التفات الجهات المسؤولة في محافظاتهم التي كانوا يسكنونها يوما ما، وطالبت المنظمات الأخرى بمد يد العون إليهم وتخفيف معاناتهم. ونتأمل من كل المنظمات الخيرية أن نساعد إخوانهم النازحين في المخيم، ونأمل أنه من محافظة صلاح الدين إخواننا أهلنا في محافظة صلاح الدين أن يمدون يد العون إلى أخوتهم النازحين من محافظة صلاح الدين في مخيم بحركة. وتقدمت العائلات النازحة بالشكر لهيئة علماء المسلمين ومنظمة أم القرى لتواصل حملاتهم الإغاثية طيلة السنوات الماضية. باسمي وباسم المخيم جميعا نتقدم لهم بالشكر، وأسأل الله العظيم أن يتقبل منهم هذه الصدقة وهذه المعينة لإخوتهم النازحين. بعيدا عن الوعود الحكومية غير المجدية، يأمل النازحون بتغيير الحال يوما ما بما يفسح لهم الطريق للعودة إلى ديارهم التي ورثوها كابرا عن كابر.